الأغنية سي ان سوجي اللي كنعيشوه في المجتمع اللي كيعيشوه البنات سورتو. انا كتكون على في علاقه مع شي واحد والامور ما كتمشيش هي هذيك، فان سوجي اللي طرقنا ليه اللي هو كاين اللي كنعيشوه سورتو، هذه الكلمه ديال ما كاينش معامل اللي كنسمعوها كل نهار. ومكان ديال التصوير قررنا انه غادي يكون هنايا في المغرب في كازا، صورنا في كازا وكانوا بزاف ديال لي كادر، كان الكليب شويه بحال فاني، كان الكليب باش كانوا فيه دي كولور، كانوا فيه دي بيرسوناج لي هما كثار باش حتى في المشاهده ديال الكليب ما يكونش فيه ملل. كازا لانه اول حاجه حنا كنا ليكيب كامله من كازا، والثانيه لانه ما كانش عندنا الوقت، كنا قلنا غادي نصوروا في تطوان ولكن ما كانش عندنا الوقت، فقررنا نديروه في كازا. هو اول انا ما خديت اللقب، اول بروبوزيسيون جاتني هي ديال الغنى، ما قبلتش في هذيك الساعه نظرا كان عندي واحد الظروف فما كانش يمكن ليا. من بعد بقاو كيجيوني لي بروبوزيسيون كثار، قلت نجرب. جربت في اول اغنيه اللي كانت كلاس، منين شفت انه كان عندي جمهور والناس قبلوني كمغنيه قلت غادي نكمل. التعامل كان مع انس العراقي، كلمات والحان انس العراقي، توزيع بلال افريكانو، واخراج منتي حمدون. الصراحه ما كانش عندنا الوقت بزاف، قل من شهر كنا سجلنا الاغنيه وقررنا باش نصوروها ودرنا لها لو لونسمون. كانت قديمه هذا الموضوع ديال التمثيل في تركيا، كان قديم، ما مشاش الموضوع ديال التمثيل ابدا. بس لكن ان شاء الله قريب غتكون عندي شي حاجه هنا في المغرب، علاش لا نشوف التجربه ديال التمثيل، علاش لا، كلشي ممكن. كنشوفوا شحال من ممثله كتولي مغنيه وشحال من مغنيه كتمشي للتمثيل.